السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاير في الاي ده من شركة ادوب. طبعا شركة ادوب ممتازة جدا، الشركة هي اللي عاملة فوتوشوب وادوب بريمير وافتر افكت. والميزة ان فاير في الاي ده مجاني، يجب عليك تجربته ولصدق. طيب هنجرب اللي هو التصميم باستخدام الفاير في الاي، يعني هديله تكست ويبدأ ان هو يعمل لي الصورة من خلاله. طيب تبدأ تكتب اي حاجة انت عايزها هنا، وليكن مثلا ايه، فارس بجوار قلعة إسلامية، ونشوف هعملها لي ازاي. هو دخلني على الشاشة ديت، هنا بيقول لي انت عايز اني موديل، في فاير فلاي 3 طبعا اقوى، وفي فاير فلاي ايمج 2، ممكن حد يكون عايز يشوف الهزار التاني. هنا اللي عايز بأني شكل مشكل، تمام، هو فهمش كلمة فارس ولا ايه. طيب خلينا نقول له جنريت تاني. هنا اقتراحات، عايز اقول له حط اقتراحات يعني كبر التكست دوت. الاستراكشر بتاعي ممكن يكون انت عندك صورة، تبدأ ان انت تحمل صورة من عندك من على الجهاز. الستايل بقى اللي انت عايزه، تمام، يعني ممكن نختار مثلا ستايل بالشكل دوت، تمام. الافكت المؤثر اللي انت عايزه، عايز تحط اي مؤثر، مثلا مؤثر خاص بالحركة مثلا، خلينا نقول له جنريت على ما احنا نبص على الحاجات، يبدأ ان هو يشوف. هنا الالوان اللي انت عايزها، اللايتنج ممكن تحدد لايتنج معين، الكاميرا، ايه اللي حصل هنا بقى، هو مش على الستايل دوت فالشغل كله اختلف. طيب ممكن نقول له اعمل لنا الستايل دوت الريفرنس بتاعي. طيب تعال نشوف بقى هيعمل الصورة عاملة ازاي. وانا الستايل عايز يلتزم بالمقدار قد ايه، ممكن تقول له انا عايز ياخد بس من حاجة بسيطة او يلتزم بيه تماما وهكذا. وممكن يكون عندك انت ستايل على الجهاز، تختار صورة ويبدأ ان هو يلتزم بالستايل اللي هو يبقى موجود. شوف هو اختار الستايل ده فجاب لي الصورة بالشكل دوت. ممكن نقول له انا عايز مثلا الستايل دوت او صورة من الجهاز، يبدأ ان هو يعمل لك زيها بالظبط. جات لي رسالة ان انا قربت اخلص الصور المجانية، هو بيديني 25 صورة في الشهر، انا خلصت منهم 20. لو انت عايز تعمل ابجريد ليك ان انت تعمل ابجريد، او ليك حساب تاني جوجل تبدأ تدخل بيه، تمام، ليك حسابات كتيرة كل شوية تدخل بحساب. طبعا اي صورة من دول ممكن تعمل سيلكت عليها كده وتعمل لها داونلود لو انت حابب، ممكن تحطها عندك في المفضلة، ممكن تعمل لها ريت انت موافق على الصورة دي. هنا ممكن تسيفها للبرري بتاعتك، ممكن تبعتها للجاليري، تمام. بيقول لي بقى ايه، اختار اي واحدة فيهم، مثلا ماي لايبراري سيف. ممكن هنا اقول له انا عايز اعمل ايديت، عايز اعدل في الصوره، عايز اعمل صوره زيها، ممكن ازود تكست، ممكن ازود شيب، ممكن اعمل جنريتيف فيل. جنريتيف فيل يعني ايه، يعني اختار جزء معين واقول له غيره لي. يعني ممكن مثلا تعمل سيلكت مثلا هنا وتختار مثلا الفاكهه، مثلا تفاح، مثلا تفاح، تمام. الشاي ده ممكن تغيره بقهوة مثلا، فدي من ضمن المزايا الجميلة في التعديل في الصور سريعا من غير ما تسطب برامج، من غير ما يبقى ما تدفع فلوس. هنلاقي هنا برضو اكسباند، يعني عايز اشوف ايه اللي حوالين الصورة، يعني كأن انا مثلا بعدت بالكاميرا او غيرت الزوم بتاعها، فدي برضو من الخصائص الجميلة. يعني تخيل ان انت عايز تشوف ايه اللي كان حوالين الموناليزا لما كانت بتترسم، فيبدأ ان هو يعملها لك. فعمل لي صورة هيت وصورة هيت وصورة بالشكل ده، تراعي برضو الالوان اللي حواليها والشكل والحاجات دي كلها. لو عايز اكتر هتقول له مور، فيبدأ ان هو يعمل لك صور اكتر، تمام. بعد كده تقدر تعمل شير، وممكن تفتحه على ادوب اكسبريس، ده برضو من المواقع بتاعت ادوب، وموقع مجاني فيه شوية امكانيات كويسة جدا.
والموقع طبعا اهو تقدر تحط تكست، تقدر تحط عناصر، تقدر جريد براند، تقدر تسطب ادنس، كل الكلام ده موقع مجاني تماما. ده ممكن تقول له عايز احذف الخلفيه، ممكن في ممكن حاجات تلاقيها بفلوس، تمام، بيعمل لك عليها علامه التاجر. تقدر تقول له مثلا عايز باك جراوند كولر، تختار باك جراوند كولر لو الصوره من الاشكال باك جراوند، عايز تعمل ترجمه لبعض النصوص لو في تكست موجود. فموقع جميل ما شاء الله، يعني عامل زي موقع كانفا كده.